انت ذكرتي ان واحده من النقاط المهمه عندك حكايه السوشيال ميديا، بس برضو كمان حكايه السوشيال ميديا هذه يعني كثير ناس بيقولوا انه يعني احلام جريئه كثير في السوشيال ميديا. كيف جريئه؟ يعني مثلا بتردي على الناس اذا انتقدوك. ايش المشكله؟ احنا مو بشر مثلنا مثل الناس، ولا احنا غير عن الناس؟ اي احنا بشر نفس الناس، احنا ما في شيء، بالعكس نحن حساسين اكثر من الناس. في اشياء كثيره ارد بالايجاب، اي اللي يكتب لي بالايجاب ارد عليه بالايجاب، واذا انا موجوده على تويتر او على اي مكان في السوشيال ميديا وموجوده وحد قال كلمه او قال لي مثلا سالني سؤال يعني يبغى يستعرض عضلاته مثل ما نقول، انا بعد عارفه استعرض عضلاتي قصف في النهايه. اي انا ملكه قصف الجبهات معروفه عني، انا من سوى في هاشتاج تويتر تم قصف جبهتك بنجاح، هذا هاشتاجي يعني ما اسمح معتمد في صفحتك حتى الهاشتاج هذا يروح لاي حد، يعني ما اسمح. فانه عادي، واتس ذا بروبلم، يعني نو بروبلم. تحس انه عادي انه الفنان يعبر عن رايه حتى مثلا في قضايا جدليه؟ يعني انت عادي ما كان عندك مشكله تتكلم عن قياده المراه في السعوديه مثلا؟ قريبا كان عندك بتقول انه عادي الاحتفال بالمولد، يعني كذا شيء من هذه الاشياء. بتحس انه الفنان عادي يقول؟ انا ما قلت انه عادي الاحتفال بالمولد. ايش قلت؟ هذا فرق. لما اقول سووا احتفالات بالمولد النبوي، انا قاعده اسوي شيء يعني اكثر المشايخ لم يجيزوا، اي قالوا عنه. بس انا لما اقول يعني مثلا مثل لما يكون يوم الام، زين يوم الام تلاقينا نحن انا وخواتي كلنا واخواني نتجمع في البيت، حتى وين لو وين ما نكون نتجمع في البيت ونجيب هدايا حق امي، وش ما كانت الهدايا لو تكون ورده، ها ونتجمع والام تحس ان احنا قريبين منها وذيك فرحتها ودعواتها لنا، بعد يقولون لنا حرام. احنا ما طيب احنا شو سوينا يعني؟ احنا حطينا اعلام وقلنا العيد وما ادري ايش. لا انت لما مثلا هذا الرسول، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، انت اليوم لما يكون في مولد النبوي، مولد الرسول يا ناس، لما تكتبين اليوم مولد النبوي يا ليتنا كلنا نكثف نعمل حملة في الدعاء، يعني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. احنا كفرنا يعني؟ يعني احنا ديننا ترى دين يسر، صحيح احنا ديننا مش دين عسر. نحن هالتزمت هو اللي ودانا في 60 داهية. اوكي في عندنا اشياء احنا مفروض علينا نسويها ونعرفها، وما يحتاج حد يدخل تويتر ويقول تحجبي وما ادري ايش، هاي كل احنا نعرفها ودارسينه. انا متخرجه من الشريعه. يضايقك لما احد يقول كذا؟ ما يضايقني. ليش ضايقني؟ لو يضايقني ما كنت اساسا فتحت حساب على تويتر. أيوه. لا انا من الناس اللي انا عندي قناعه وماشي عليها وذاتس ات، يعني الحمد لله اني انا ما عندي مثل غيري يعني اوفردوز. انا الحمد لله انا ماشيه بالسليم، يعني عادي البس لبسي الحمد لله، عادي اطلع، عادي اقعد، عادي هذا يعني العادي حق اي فنانه ممكن تطلع. المهم اني انا اكون محافظه على اسمي وعلى سمعتي وعلى مظهري وعلى جواري كمان. ايوه فمش ان انت دائما تكونين يعني بوزيتيف، شوي خلي شويه هذا، انت يعني لازم تكونين يعني اكثر البوزيتيف اكثر من النيجاتيف. أيوة. انا بالنسبه لي في اي مكان في اي مجال. ومثل ما قلتي مثلني انا ارد واني اتكلم عادي نورمال. أيوة. نورمال يعني واحد يدخل ما اعرفه ولا يعرفني، مشكله لما يشوفوني يغشون يطيحون من طولهم كذي يصيدهم حالات اغماء، بس لما يشوفوني في تويتر اقول له تعال قدامي وقول هاي الكلمه. أيوة. قدامي تعال، وقف قدامي وقولها. كمان لاحظنا في أرب آيدل في السيزن الأخير أنه أحلام توجهت للمصممين العالميين أكثر. أنا من أول ما بلش من بداياتي أنا كنت على طول ديور وعلى طول كنت هذا لبسي. أي. لما جاء سيزن 1 أرب آيدل عرضوا علي كذا مصمم وشفت شيء قلت خليني يعني من باب التغيير. جاء الثاني السنة الثانية لقيت نفسي قاعدة أكرر نفسي. أي. انه هذا بعد في سراس وشغل كان وايد حلو عن جد، يعني كان من شغل مرتب والمصمم اللي كان يلبسني يعني كان ملتزم، كان رائع يعني حتى في تعامله معايا. بعدين جينا سيزون 3 انا حبيت اغير خلاص، ما يعني حتى لو مين ما كان عرض علي، يعني انا حتى جاني عرض من نيكولا جبران لبست من عنده 4 برايمات بس البرايمات. أيه. وبعدين بلشت اوريدي، انا كنت اوريدي كنت عامله شوبينج انا وزوجي، سافرنا وعملنا شوبينج
وتميت ألبس الستايل اللي هو العادي يعني اللي هو الماركات من كل مكان. في الفستان اللي بستيل اللي كان عليه بوما كان دوتشان غابان ايه، هذا عمل كثير ضجة. انت يعني ضايقتي مثلا انه الناس علقوا عليه ولا لا؟ انت انا اذا ما يعلقون عليه اتضايق بصراحة. اذا ما يعلقون عليه انقهر يعني. تحسي كفستان فاشل؟ احس ان الفستان ما عمل ضجة، ما عمل يعني ما استفزهم. فطبعا هذا الكلام مش لكل الناس. ايه؟ الناس اللي هم ما اساسا قاعدين على تويتر على السوشيال ميديا بس يراقبون احلام شو تسوي. ايه؟ احلام صبغت لون شعرها اسود، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. احلام لابسه ما ادري ايش، احلام لابسه جولري على اساس اني انا لازم ما البس. ايه؟ البس مثلا خيشه واقعد عشان هم يرضون، عشان انا ارضيهم. ترى حتى لو لبست خيشه بصدقين ما ترضينهم برضو. برضو ما ترضينهم. طب المجوهرات ما شاء الله انت معروفه بالمجوهرات، بس دائما في سؤال، هذه المجوهرات كلها حقتك ولا في جزء منها بتلبسيه مثلا من محلات معينه وارجعها بعدين؟ اي ايه. هذا كم مره لبسته قد شفتي عليه؟ اي كم مره يعني شفته على معقوله هذا من كارتيه؟ شفته كمان على انستغرام بس معقوله ان هذا من كارتيه معطيني البسه وبعدين ارجع لهم اياه، واذا جيت عندي حوار ارجع البسه مره ثانيه وارجع البسه السنه اللي قبلها والسنه الثالثه وثلاث اربع سنين عندي في الخزنه بس عشان البسه. ايه فكله حقك اساسا. اتحدى اي واحد في العالم، اي شركه، اي ماركه في العالم، ها حد يشتري مجوهرات من عندها كثري انا، هذا رقم واحد. واتحدى اذا حد لبسني يقول لي احنا لبسناك مره خاتم او لبسناك حلق، مش صحيح. والاسعار اللي بنسمعها 40 مليون دولار وما الى ذلك هذه كلها صحيحه؟ صحيحه، مع انه ساعات يحطون ارقام اقل بعد. وتزعلي؟ ايوه ازعل. طب ما تخافي من الحسد؟ لا ما تخافي من الحسد؟ لا، حسد ربي يحاميني ان شاء الله. ايه اللي الله كاتب، اللي الله كاتب علينا بيصير. صح ولا لا؟ صحيح. ايوه. والمشكله اني انا لما اروح اي مكان، اني اي مكان اول ما اقعد يقول لي انت مجوهراتك، انت لبسك، بعدين يطلعون في الاعلام يقولون احلام بس تقعد في المؤتمر في اي مكان تتكلم عن مجوهراتها. طيب هي سالتني عن مجوهراتي، مجبوره ارد. اي مو ما اقدر اطنشك واقول لك لا سوري ما راح اجاوبك، صح؟ ايه ارد عادي. وبعدين مو انا، في ناس حقيقه يعني في ناس يلبسون اكثر مني. في ناس ما يحبون الجولري، صح، بس هي شي سبند ماني فور سمثينج ايلس. صحيح. انا عندي اشياء احب اصرف عليها من ضمنها المجوهرات. بس هل انت مثلا تحرك الحلوميين؟ يعني احيانا تكتبي لهم انه حلوميين يعني انطلقوا يعني تعالوا على الخاص؟ يعني في حسابات راح تتسكر تتقفل تصير زيرو. كيف تقفليها؟ نقفلها. تبي نجرب؟ لا مو حسابي بس. بعدي على حسابي. نجرب حساب الناس اوكي. طيب فبتشتغلي قفلتي كذا حساب قبل كذا؟ ايوه حسابات، خصوصا الحسابات المسيئه، في مسيئه بسكرها. حسابات مسيئه يعني حسابات مسيئه للامارات، للسعوديه. طيب في فنانه كمان لمحت انك انت هكرتي حسابها في انستغرام. اي قولي لها ايه؟ قولي لها ايه؟ انا هذا تصريح منك. تصريح انت؟ انا ومسحتي الصور وكل شيء سويت، حطيت صورتي في البرومو بعد في البايو. هلا كمان في حساب راح اسكره قريبا كمان فنانه، راح ارسل لك اياها هديه اول ما يتصفر حطيه على العربيه انت. طيب وهذا انت بتسويه والحلوميين معاكي بيساعدوكي؟ طب بس طب ممكن الواحد يقول لك انه ليش يعني انت مثلا بتزعل مع كذا فنانه وعلقتي على كذا فنانه؟ انه طب خلاص ليش يا اختي؟ صيت الغنى ولا صيت الفقر؟ عارفين سمعتيها هذه من قبل؟ اي طبعا. يعني انا فاضيه بس اسكر حساباتهم؟ في شنو هم اذيني؟ انا مأذيتهم ايوه، بس هم مأذيني في ايش؟ مش مأذيني. يعني اسكر حساباتهم ليش؟ اي دحين انت سكرتي الحساب ولا ما سكرتي حساب؟ لا بقول اقول لك صيت الغنى ولا صيت الفقر. يعني انت ما سكرتي حسابك؟ اكيد لا. اوكي. بس صيت الغنى ولا صيت الفقر؟ خلهم يقولون اني انا اللي سكرت، مو غلط؟ غلط؟ لما يقولون عنك ان انت مدري ايش وانت تزعلين ولا تزعلين ولا تنبسطين؟ اوكي تزعلين؟ لا تفرحي. اقول يلا وانا كمان فرحانه. خليهم يقولون عني. واحنا عندنا مثل نقول صيت الغنى ولا صيت الفقر.
انتي قلتي كمان انه في واحده من الحلقات قلتي انا كنت عند نادر صعب، دكتور نادر صعب طبعا جراح التجميل، يعني عادي احلم تقول انه هي مثلا عامله اشياء تجميل؟ ايش سوى؟ شو سوى لي تجميل؟ ما اعرف شو سوى لي، قطع لي اذوني ولا شد لي وجهي عشان يبان الحلق اللي ما بان الكرتيه بدك تشوفيه زين. شو سوى لي؟ ما سوى لي شيء. لما في شيء الحين، او ترى في ناس ما يعرفون شو معناته التجميل. اليوم انت مثلا تروحين عند نادر صعب، انت من الاضاءه والتصوير وجهك تعبان، صح؟ تعبان، يسحبوا دم منك بيفلتروه بيحقنون الفيتامين ماله في الوجه، بدل ما تحطين كريم وتستخدمينه وبعد 3 شهور بعد ما راح يبين ريزلت. الحين التكنولوجيا الحديثه الميزو مثلا ميزوثيرابي، تعملين ابر حقن في الوجه من الفيتامين نفسه، اوكي، ويعطي نظاره للوجه. هذا اللي انت بتعمليه؟ يعني شو سويت شيء جديد؟ يعني انا لما بسوي اي شيء بعلم الكل. انت بعدين انت عندك انت حلقه عشان اذا سويتي عمليه تجميل مش تبين عليها 6-8 شهور تختفي؟ معقوله في 5 ايام اروح اسوي عمليه تجميل وارجع؟ وش بتعمل عمليه التجميل هاي اللي فيها سحر؟ طيب وبرضه الغزل الصريح في زوجك دائما برضه حبيبي فديت قلبه الله يخليكم لبعض ان شاء الله، بس ما تخافي كده من الحسد او شيء؟ بعد قلتي الحسد بني عليش تخافين من الحسد مره؟ داري على سمعتك تقيلك بس الثانيه والله. هو عاد حبيبي، هو حبيبي وزوجي وحياتي وعمري وكل شيء، وهو داعمي الاول في كل ما في كل شيء الحمد لله. الله يخلي على راسي ويكتب له طولة العمر ويخلي لي ولعيالي. ويا بخت المرأة اللي تغزل في ريلها مو بصديقها. قصف الجبهة، تم قصف الجبهة بنجاح.